صباح الخير يا هايدي. صباحك يا رشا، كيفك؟ انت كيفك اليوم؟ انا منيحه على هالطقس، يعني صرنا هالكم نهار المره وعن جد شعرنا انه شتويه هالمره عن جد، يعني من قلبها جايه مثل ما بيقولوا. يمكن الايام اللي مرقت كانت خفيفه علينا، وهي نعمه من رب العالمين انه اليوم هيك عم تراعي ظروفنا، خلينا نقول الاقدار الربانيه عم تراعي ظروف الناس، يعني بموضوع الخدمات والتدفئه. بدنا نقول سعد صباحكم، صباحكم دفى من قلوبكم، صباح الخير لك لحدا مرافقنا بصباحنا لليوم، يوم جديد وبدايه جديده، ودائما نقول يا رب خير يكون علينا هذا النهار ويحمل لنا كل شيء بنحبه بحياتنا. مشوارنا الصباحي بلش معكم، واكيد كالعاده ضيوفنا من مجالات مختلفه واخبار اهالينا بالمحافظات السوريه ضمن تقاريرنا. ولكن بدي ارجع لعندك يا هايدي لنرجع هيك نبلش هذا الصباح الحلو. دائما نقول كلمه يا رب، يمكن هي اكثر شيء بتساعدنا نكفي هي الحياه كلها مو بس اليوم. يسعد صباحك من جديد، واكيد صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا مع اجواء هي الشتويه وامطار الخير اكيد يلي عم تهل علينا بهاليومين اللي مرقوا وما زالت مستمره. ان شاء الله الله يبعث الخير، واكيد ان شاء الله صباحاتكم وايامكم كلها خير وسعاده وراحه بال. يا ريت ننتبه خلال هذا الجو، اكيد كلنا بنعرف انه ممكن تكثر الامراض ونزلات البرد، فخلونا ننتبه اكثر على صحتنا، على صحه اطفالنا. يمكن رغم كل الظروف والامكانيات المحيطه فينا لانه نحن قادرين يمكن ندفى بامور بسيطه، نكثر من المشروبات السخنه، والاهم يمكن بهذا الوقت خلينا نقول عشاق الشتوية خلونا نستغل هيدا الجو كفرصة للكنكنة ولمة العيلة ولمة الرفقة وكل الأشخاص يلي بتحبوها. صدقوني وقت رح تكونوا دفيانين نقلبكم من جوا قبل برا، أكيد إن شاء الله دايما بتضلوا بخير ودايما بترافقونا بصباحاتنا. نحن بلشنا ولكن فاصل صغير ونبدأ. اليوم 13 كانون الثاني، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1610 غاليليو غاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار، وذلك بعد 6 أيام من اكتشافه الأقمار الثلاثة الأولى. بعام 1785 صدور العدد الأول من صحيفة The Times اللندنية على يد الصحفي البريطاني جون والتر. بعام 1908 الفرنسي هنري فيرمان يصبح أول طيار في أوروبا يقوم بجولة قصيرة بمسافة كيلومتر واحد بالطائرة ويعود إلى النقطة التي انطلق منها. بعام 1930 ظهور سلسلة الأفلام الكرتونية ميكي ماوس لأول مرة. بعام 1989 فيروس حاسوب باسم الجمعة 13 يضرب مئات من أجهزة الحاسوب في أنحاء المملكة المتحدة. بعام 2014 لاعب ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بكرة الفيفا الذهبية 2013 للمرة الثانية في تاريخه. من الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1997 مديحة كامل ممثلة مصرية، وبعام 2009 منصور الرحباني موسيقي لبناني. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم، مجموعة من المعلومات رح نتعرف عليها اليوم سوا، ولكن خلونا نتابع وراجعين. هل تعلم أن 60% من الأمور والأشياء الجميلة التي تحدث للإنسان في حياته تأتي بعدما يكف عن انتظارها أو يفقد فيها الأمل نهائياً؟ هل تعلم أن التفكير الزائد في الماضي سيجعل منك شخصية مكتئبة، أما التفكير الزائد في المستقبل سيجعلك شخصية متوترة؟ لذا يحث علماء النفس على تجنب التفكير الزائد وبكل أنواعه. هل تعلم أن الإنترنت والنوم هما أكثر وسيلتين يتم استخدامهما للهروب من الواقع؟ وهل تعلم أن الإنسان من الطبيعي أن يمر بوقت لا يطيق فيه الحديث مع أحد ويفضل البقاء وحيداً؟
وأفضل ما يمكن للآخرين تقديمه لهذا الشخص هو التوقف عن سؤاله بشكل متكرر والابتعاد عنه. هل تعلم أن حوالي 40% من الناس الذين تعرفهم سيحاولون بشكل أو بآخر أن يستهينوا بطموحاتك وقدراتك حتى يظهروا أنهم أفضل منك؟ هؤلاء غالباً ما يعانون نقصاً في القدرات والثقة بالنفس. أخيراً، هل تعلم أنك إذا خصصت 4 ساعات فقط يومياً للعمل على شيء تريد تحقيقه، غالباً ستصل لأهدافك في مدة وجيزة. وبأولى تقاريرنا لليوم حنروح على مديرية صحة السويداء، وبهدف التأكيد على أهمية الكشف المبكر باشرت تنفيذ حملة التوعية لسرطان عنق الرحم الذي يصادف في شهر كانون الثاني من كل عام. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن تقرير التالي. بهدف التأكيد على أهمية الكشف المبكر، باشرت مديرية صحة السويداء تنفيذ حملة التوعية بسرطان عنق الرحم الذي يصادف في شهر كانون الثاني من كل عام. نحن بمراكز الصحية وبخدماتنا بدائرة برامج الصحة العامة بنغطي غالبية برامجنا تغطية رائعة جدا من خلال القلب النابض لهي البرامج اللي هي التثقيف والتوعية والتواصل مع المجتمع المحلي. هلق بالشهر هذا هو الشهر تكثيف جهودنا حول تقديم خدمات بما يخص الكشف الباكر عن سرطان عنق الرحم من خلال تقديم خدمة لطاخة عنق الرحم للنساء بسن الإنجاب. أهمية الإجراء المبكر عن سرطان عنق الرحم هو أنه الشفاء منه بصير 100%، فلهيك نحن دائما بنوصي سيداتنا ونوعيهم ننشر الوعي أنه هن يعملوا لطاقة عنق الرحم بشكل دائم. كثير منيحة مشان كل المرأة تعرف تكشف عن هذا المرض لأنه مرض خطير. تهدف الحملة إلى توجيه النساء لإجراء الكشف المبكر ضمن المراكز الصحية المنتشرة على مستوى المحافظة واتباع الإجراءات الطبية المعمول بها، وذلك بهدف الوصول إلى الشفاء التام في حال وجود إصابة بهذا المرض. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. صباح الخير عن جديد مشاهدينا. رح نبدأ بمساحة جمالية ورح نحكي أكيد شو هي الأكسسوارات الدارجة خلال عام 2024، شو هي الأكسسوارات يلي بتناسبنا اليوم، بتناسب كل صبية، وخصوصا أنه صرنا نشوف الأكسسوارات عم تكون موجودة بكتير أمور، عم تكون موجودة على التياب، على الشناطي، كتير من الأمور. اليوم رشا في مشاريع كتيرة للسيدات، رح نضوي على مشروع سيدة قدرت تبلش مشروعها بإمكانيات كتير بسيطة وتحقق تميز كبير. أكيد هادي مثل ما قلتي، بالإضافة اليوم أنه رح نتعرف على الموضة أو الألوان. اليوم عم نحكي نحن عن مشاريع متوسطة وصغيرة واللي كانت هي باب رزق لكثير من السيدات وأيضا من الأشخاص، وشفنا ناس كثير بلشت بهذا المشروع وكبر هذا المشروع ووسعت. وأكيد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي كان لها الدور الأهم بانتشار هدول القطاع وانتشار الموديلات، بالإضافة للمعارض. اليوم رح نضوي على هي الفكرة أو على هذا المشروع، نعرف اليوم شو هي أهم الصعوبات ورحلة البداية. وأكيد ضيفتنا لليوم هي السيدة ميساء دهمان، وهي من لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق. يسعد صباحك ست ميساء وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. خلينا بداية نتعرف على حضرتك أكثر، أيمت بلشتي مشروعك ولوين وصلتي فيه؟ هلأ أنا بلشت مشروعي من 25 سنة وأكثر كمان. كانت البلد لسه ما فيها الاكسسوارات والأعمال اليدوية، طبعا سافرت كتير لحتى كسبت خبرة، جبت المواد الأولية وبلشت مشروعي شوي شوي، وانطلق مشروعي وصار أكبر. بعدين وجهت مشروعي لأنه أشتغل بالأحجار الكريمة وإكسسوارات الألبسة، يعني مو بس إكسسوارات اللي هي حلق وطوى، في شيء اسمه شك وتطريز وأعمال يدوية كمان على الألبسة. بعدها توسعت فيها أكثر وصار عندي معمل ألبسة، بعدها توسعت أكثر بالأحجار الكريمة. هلأ أنا بالأحجار الكريمة يعني بعد حالي أنه شاطحة مرحلة كتير كبيرة، بشتغل بالإكسسوارات العادية والأحجار الكريمة مع الكريستال. حلو، يعطيك ألف عافية. بداية بدي أسألك، هذا شغلك الأساسي أو بإضافة لشغل تاني؟
هذا قبل كل شيء بلشت أنا بالإكسسوارات. قبل أول خطوة بلشت فيها هي الإكسسوارات. بعدين وسعت شغلي بنظام الألبسات وبالإكسسوارات الأحجار الكريمة. دائما بيقولوا اللي بيشتغلوا بالأحجار الكريمة بيكون حدا ذويق وبيعرف يعني كل حجر شو معناته وقد قيمته. يعني اليوم أكيد استخداماتك لإلهم ما كتير عم تكون يعني بشكل عام، أكيد في قطع فقط بس يعني اليوم بيلزم أنه نحط له حجر كريم، صح أو لا؟ صحيح. هلأ أنا اختصاصي بالأحجار الكريمة مع الكريستال، كل شخصية بتناسبها حجر معين. خلينا نتوسع أكثر، في كتير أنماط من الأحجار الكريمة. هلأ أكثر شيء اللي احنا عم نشتغل فيها بالمعارض وخارج المعارض اللي هي نصف كريم بس بنقول له حجر كريم، ولكن الحجر الكريم اللي مثل الألماس وهيك هذا مرتبة أولى، فما فينا نحن نشتغل فيه بالمعارض، ولكن بالأحجار الكريمة اللي هي نصف كريمة عم نتوسع فيها بنمط الذوق. شو السنة؟ السنة مثلا الفيروز، الفيروز لازم كل الناس أكثر العالم تلبس فيروز، كل سنة إلى حجر معين بيناسب كل شخصية. هو محبب دائما لون الفيروز، قد ايه حلو هايتي يعني، بتحسي انه كل الصبايا بيروحوا لهذا اللون. ايه بالضبط الهادي يعني. ايوه يا استلا شو جاي. تمام. طيب قبل ما نستعرض الاكسسوارات اللي جايبتيها، خلينا نحكي كيف تعلمتي اليوم اصول هي المهنه؟ هل اخذتي وقت طويل ام لا كانت يعني مرحله سهله وقدرتي تنجزي بوقت قصير؟ قبل كل شيء في رغبه، في هوايه. من انا من زمان لي هوايتي بهذا الموضوع، ويكون عنده الواحد رغبة. طبعا ما في إنسان ما بيجرب وبيفشل وبرد بينجح، برد بتصير عقبات بالشغل. فأنا شوي شوي بلشت ونجحت أول فترة. طبعا دائما بيجيك عقبة، ما لازم الواحد يستسلم. صحيح. فلازم يبذل مجهود ويقدر يثبت وجوده، وشوي شوي بيرتفع بصير ماديا، وكمان نفس الشيء خبرته بتزيد. فالواحد ما انه اكيد اي انسان بيصير في عنده عقبات، ولكن اهم شغله يكون عندك اراده بالتصميم انك انت توصلي لهدفك. طبعا اليوم هيك معنا قطع مساء جابت لنا قطع كثير حلوه. نشوفي هايتي قد ايه حلو يعني مثل ما قالت هذا اللون الفيروزي، بتحسي انه هذول الاثنين اكثر لونين محببين للناس؟ ايه الحقيقه هو لانه بيناسب اكثر الهي، وهو مسؤول عليه شاكره القلب. ف والله يعني يعني انت بتشتغلي على هي القصه يعني ما بين الطاقه والحجر؟ ايه طبعا. لا كان الأحجار الكريمة، هلا نحن ما عم نحكي بشيء حرام، لأنه نحن من تراب بدنا نرجع للتراب. فهي الأحجار الكريمة كلياتها إما كانت بالبحر أو كانت بالتربة، يعني فهي على تراكم الزمان بتنتج هي الأحجار. خلينا هيك نحكي شوي عن هدول القطع اللي حضرتك اليوم جايبتيهم معك، نحكي عن قيمت قد ايه بياخذوا وقت، يمكن شغلهم ما كتير صعب. هلا قبل كل شيء أنا في عندي بنات بالبيت قاعدين، مرات كتير بيكون ما عندهم شغل، وبس يكون عندي معرض، لأنه أنا كتير بطلع معارض خارجية وداخلية، فدائما أنا ممكن أني ساوي الموديل وبعطيهم المواد وهنين بيشتغلوها. وحتى عم علم هلأ بذو الهمام اللي هنين ذو الاحتياجات الخاصة، بخلص من تعليم وحدة بجيب وحدة بعدها. يعني أنا ما بعلم اثنين بنفس الوقت، لا، فبعلم وحدة بس تخلص وتتعلم من ذو الهمم بعلم. تعامل صعب يعني، بتحسي انه بدهم وقت اكثر، بدهم تركيز اكثر يعني. طبعا طبعا. ولكن بدهم مثل مجهود اكثر. وقت بتشوفي هذا المجهود اليوم اعطى ثمره قد ايه؟ اليوم انت بتفرحي من قلبك، شيء بكبر القلب وقت بتشوفي انه حدا من ذوي الهمم اليوم عم يقدر ينتج هاي القطعه مثلا يعني. صحيح. وحتى اللي بالبيت البنات وقت اللي بعلمهم يعني بدك بال طويل لحتى تقدري توصلي أكيد. الفكره وتوصلي انه هن، بس اهم شغله يكون عندها هي هوايه او هي حابه انها تشتغل وتكون لها مردودها الشخصي. فاذا ما انت علمتيها وشوي شوي فما بتقدر تكون منتجه بالمجتمع. تمام. عم نشوف مجموعه كثيره من الاساور اليوم يلي اشتغلتيها حضرتك، منين بتستوحي اليوم الافكار؟ منين ممكن تجيبي من الانترنت او ممكن صبايا يوصوكي على الارض الواقع؟ خلينا نتعرف اكثر على هذا الموضوع. هلا في بالانترنت اكيد هو بحر. هلا قبل الانترنت كانت هي هوايه شخصيه،
وتناسق ألوان. بس بعد الانترنت وصارت الموضة معروفة وخطوط الموضة وقت اللي بتطلع بأي معرض طبعا أنا بعمل سيرش عليها وببحث عنها لحتى أعرف شو هي الألوان المناسبة السنة، شو هي تناسق الألوان. طيب شو اللي دارج هلأ؟ خلينا نمتحك هلأ الحجر الفيروز قلت لك واللون الأخضر هلأ آخر موضة لذلك أنا لابسة أخضر في ناس بتحب اللولو، في ناس ما بتحب الحجر، في ناس بتحب الكريستال بس بتضيفي لأنه شو هي بناسبها من الحجر، وفي ناس تقول لك لا أنا ما بدي هيك ساوي لي هيك فبساوي لها على حسب الأذواق. حسب الأذواق كل واحد. شوفي أهم شغلة إنك تعرفي الزبون شو بده، فبالنتيجة وقت اللي بتعرفي شو بده بتقدري أنت شوي شوي توصلي للفكرة تبعه. صحيح. اليوم خلينا هيك ننتقل شوي للمشاركات والمعارض، اليوم تبادل الخبرات، الأذواق، يعني اليوم أنت بجوز تتأثري بذوق حدا تاني وحدا غيرك كمان يتأثر بأي قطعة أنت حابة أو عملتيها، يعني خلينا نحكي اليوم قد إيه عم يساهم هذا الشيء إنتاجياً برفع سوية أي مشروع اليوم عم تشتغل عليه صبية أو حتى شباب. يعني اليوم نحن مو بس عم نحكي إكسسوار، عم نحكي عن مشروع صغير ومتوسط بلش بداية الأزمة على سوريا وزاد هلأ كتير، يعني هن كان من باب رزق لصار اليوم هواية وباب رزق أيضاً. هلأ بالأساس كان هواية بعدين صار باب رزق، صارت فترة الأزمة في كتير الناس تضررت وحتى أنا يعني أي إنسان تضرر، وقفت فترة معينة المشروعات الصغيرة هي اللي والمتوسطة هي اللي دعمتني لأرجع للمعرض. رجعت للمعارض واشتركت معارض خارجية معهم وداخلية ولهلأ أنا بالمعارض، يعني صحيح عندي محلي الخاص بس بالمقابل بهتم بالمعارض أكثر لأنه في شريحة من المجتمع أكبر وبالمقابل بتقدري تنشري بضاعتك عالمياً وداخلياً. فالمعرض كتير مهم بالنسبة إلي، يعني أنا بالنسبة إلي اهتمامي أكثر من محلي. ليش؟ لأنه هو فتح سوق أكبر. طبعاً لحنا بالشغل الأهم شغلة، أهم شغلة أنك أنت تتواصلي مع الزبون. كيف بدك تتواصلي مع الزبون؟ هلأ ممكن حط بنت بالمحل ما تقدر تتواصل مع الزبونة أو تعرف هي شو بدها، بالخلال المعارض أنا بتواصل مع الزبونة بعرف شو هي، شو احتياجاتها، شو حابة، بالمقابل شو ذوقها، بقدر وصل الفكرة وقدر ترجم لها على الأرض الواقع بالقطعة. إن كان عندي معرض كبير مثلا ممكن أني أعطي للبنات اللي أنا مدربتهم أنه بيشتغلوا بالبيت وأنا أكثر شيء ببيع. تمام. سيدة ميساء خلال حديثك خبرتينا أنه بتشتغلي تطريز على الثياب. أيه. طيب الصبايا اليوم لما يشوفوا في شك وألوان على الثياب هل هم ممكن يلجأوا للإكسسوارات الثانية أم بيصير في تعجيق؟ شو عم تلاحظي أكثر الصبايا عم بتلاحظي؟ هلأ هذا مكلف. يعني لحنا منحط خرز أو منحط شغلات بسيطة ممكن أنه على الألبسة، ولكن هاي الأحجار هي مكلفة. فإذا منحط تاتشات كتير بسيطة، لحتى ما تأخذ تكلفة كتير كبيرة. أو بنعمل بروشات مثلا خفيفة لحتى أنه نقدر نزين القطعة بس ما نقدر نكلفها بشكل كتير كبير. بتعرفي هلأ الأسعار كل ما عم تغلى فما بنقدر، يعني هلأ في شغلات احنا بنعملها دائما بندرس السوق بشكل أنه ما يكون سعره كتير عالي بشكل أي وحدة تقدر حابة تشتري قطعة أنها تشتريها. أكيد. طيب ست ميساء حضرتك عضو بلجنة سيدات غرفة صناعة دمشق، هذا الشيء أكيد أعطاك الشيء بعملك بمجال عملك دعمك طبعا. شرحي لنا أكثر عن هاي والله طبعا هنين دعمونا بالمعارض طبعا صنع بسوريا، هنين أول معارض اللي عملوها داخلية وخارجية. يعني أنا اشتركت معهم، اشتغلت مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشتغل من معارض كمان تكون خاصة خارجية وداخلية. لا غرفة الصناعة دعمتنا كتير بالمعارض، قدمت تسهيلات. أي طبعا قدمت تسهيلات إن كانت بالمحافظات ولا إن كانت خارجية. يعني كان من فترة عنا هلأ في بالعراق، يعني ممكن إنه الواحد ينشر بضاعته أكثر وممكن كان الواحد يساهم إنه على الأقل يصير مردوده أكبر. طيب اليوم المشاركة بالبازارات والمعارض قد إيه عم تساهم اليوم بعرض هي المنتجات؟ والله هي أكيد قلت لك، يعني أنا بمحلي ما كتير عم بداوم أكثر ما هو المعارض لأنه احتكاك مع الزباين إن كان خارجي ولا داخلي. فالمعارض كتير مهمة والبازارات
المشكلة إنه هي عم تكون أيامها كتير محدودة، فمن هون ما الناس تعرف بالمرض عم يكون خلص المرض، فلحنا دائماً بنقول لهم زيدونا الأيام أكثر لحتى نقدر نستفيد أكثر والزبون يعرف إنه في مرض. ليه ما بتكون عندكم حملة إعلامية قبل يعني إن كان على وسائل التواصل حتى الاجتماعي؟ عم بيكون حملة إعلامية بس يعني عم بتصير إنه الفترة كتير قليلة، يعني 3 أيام ما بتعمل شيء بالمرض. طب كيف يوم أنتوا كحرفيين بتروحوا لهي البازارات والمعارض، كيف بتم الاشتراك اليوم كرمال أي حدا عم يشوفنا يعني كمان نستفيد من هاي المعلومة؟ يعني طبعاً نحن معنا هوية الحرفية، فبيكونوا هنين عاملين مع الحرفيين معارض منسجل عليها، في منا كتير مدعومة بتكون بدون طبعاً أكثر مع الحرفيين هي فري بتكون ما فيها دفع، فبيعملوا معرض، عملنا معرض بالآداب كتير كان حلو لكل الطلاب. بدك يكون أهم شغلة السعر مناسب للطلاب لحتى تقدري الناس كلها ياتها تشتريها. وكيف كان اهتمام الطلاب وإقباله؟ والله حلو حلو ايه حلو، بس ما عم اقول لك يعني الاساس لحنا انه انت ما بدك ترفعي السعر وتربحي قليل او تكون فمش عن هيك يقدروا كل الطلبه انها تشتريها. تمام. وبصير انا يعني عندي صفحتي بيتواصلوا معي على الصفحه، بيجوا لعندي على المحل، عندهم طلبات كتير خاصه بساوي لهم اياها، فبصير تواصل مع الزبون ان كان طلبه ولا ان كان هاد. واليوم يمكن عم نشوف كثير من السيدات والصبايا عم يلجؤوا لمشاريع الهاند ميد، مشاريع الاكسسوارات عم نشوفها بشكل كثير كبير بالفتره الاخيره. اليوم مشروعك شو اللي بيميزه او بيفرده عن هي المشاريع الموجوده؟ هلا انا المتميزه بالاحجار الكريمه والكريستال، يعني انا بشتغل غير الاحجار الكريمه بس كتير قليل، ولكن بالاحجار الكريمه انا صار لي 25 سنه فيها عمر. فانا ايه بعرف عمر شو المناسب يعني شو المناسب لك الحجر. سافرت كتير معارض خارجيه، فرنسا، اسبانيا، يعني الصين، الهند. يعني يا مساء يعني حيرتيني، كل شوي بغير الموديل بقول هذا احلى شيء، كله احلى شيء. ان شاء الله مقدميه حبيبتي. هلا خلينا هيك بس نحكي، ذكرتي الاحجار الكريمه ودائما نحن بنعرف وهذا علم مثل ما ذكرتي حضرتك انه كل حجر بيناسب شخصيه معينه من الناس، يعني اليوم انت على اي اساس بتستندي كونك انت اختصاصك فقط بالاكسسوار؟ هلا اهم شغله هدول الاحجار كلياتهم مناسبين لانه لكل شخصيه. ليش؟ لأنه هدول ما بيجوا من الألماس مثلاً أو ما بيجوا من هي الحجر الكريم المرتبة العالية، هذا نصف كريم. يعني في عندك 7 شاكرات، والشاكرات اللي هن مسؤولين على الجسم أصلاً قبل الإسلام، يعني عفواً قبل من زمان كانوا يعالجوا بالأحجار الكريمة. أي واحد عنده وجع بيحطوا له الحجر بيمتص الطاقة السلبية، هو الآلام كلياتها والأمراض بتجي من الطاقة السلبية، فبيسحبوها تسحبها الحجر. فالأحجار الكريمة يعني مثلا العقيق، كل الناس بتحب العقيق بستي وستك دائما. طيب انت كيف تعرفي انه انا هاد بناسبني هاد بناسب هايدي يعني انه على البرج؟ البرج اللي لان الحمر بناسب العقيق. العقيق الازرق ما لا العقيق اللي ايه كل اللي برج الحمر خلص هذا البناسب ايه بناسبه، هو بناسب لانه هو مسؤول عن شاكرة القلب، عرفتي؟ هو حجر الحب، بدك تحبي حجر الحب. ايوه الاحلام قد ايه بحاجته رحنا هذا الحجر هالايام، يعني شايفه كتروا منه قد ما فيكم يعني. فكل حجر بس بالنتيجه هو حتى لو لبستيهم كلهم بيعطيكي طاقه. تمام. ما انه ما بيعطيكي طاقه، بيعطيكي بياخذ كل شيء سلبي وبيعطيكي. في حجر السعاده والسرور، في ناس تلاقيها دائما هيك مكتئبه، هو الاماتيست او اسمه جيمشيت. هذا حجر بلا في لو الموز شجعتينا هاد 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 هذا اسمه جيمشيت او اماتيست. هذا ايه هون على فكره بيعطيكي طاقه ايجابيه بالفرح والسرور وبياخذ كل شيء سلبي منك. تمام. طيب قد ايه غلط اليوم نحن نلبس اكسسوار بشكل عشوائي؟ يعني ذكرنا انه كل صبيه ممكن يلبق لها شيء معين، اذا عم نحكي عن اساور حسب الايد رفيعه او عريضه، حسب اذا كانت الرقبه طويله، قد ايه هي التفاصيل يمكن قديش صغيره بس يمكن لازم ننتبه لها، بتعطي يمكن اذا اخترنا بشكل صحيح بيصير اللوك احلى. بالضبط. هلا بس شوفي كل واحد بيحط ايده على حجر هو بحبه فمعناها بيجلبه او بيجذبه، فما بالضروره انه هو الحجر يعني هو كل شخص بيحب الحجر. اصلا انت حطيتي ايدك على عقيق
لانه فورا بجد بروح عليه سبحان الله يعني. ايه بس بالنسبه انه تكون وحده رقبتها طويله بتحب عرفتي كيف، هاي كلياتها قياسات والمفروض انه تنتبه للست لانه هي اللي بتعطيها جماليه. وبتنصحي السيده ولا لا خلص بتركيها تاخذ على ذوقها؟ هلا انا بنصحها بس اذا ما سمعتني هي هيك حابه فمشكلتها. هيك ذوقها يعني ما بقدر افرض عليها أكيد. بس انا بنصحها بقول لها الافضل خدي هيك وهيك، هدول الحجرين بيناسبوكي خدي هيك. فهي اذا ما بدها، في ناس كثير يعني انه هيك انا حابه خلص اوكي مثل ما بدك. الخاتم اللي بايدك شغلك سميساء الحجر معلش شوفه بعد اذنك. هلا وخلينا هيك نحكي اليوم لكل سيد اليوم حاب يتبلش هذا المشروع هذا عقيق بعد اذنك تفضل. اوه قلتي لي مناسب من الحياة. لا طيب حلو. كنت عم اسالك عن هيك كل سيدة اليوم حابه انها تبلش هذا المشروع الصغير اللي هو باب رزق واللي هو هوايه وشغف مثل ما بيقولوا. نعم. في كثير بيفشلوا من الخطوه بيبطلوا انه انا هذا اكبر غلط. انا فشلت، خلينا هيك نقدم نصائح من خلال خبرتك لكل حدا. هلا انا فشلت كثير وخسرت مصاري كثير وتعبت كثير ما وصلت لهون يعني الا طبعا عبر زمان وتعب وكتير قدمت يعني شو بدي اقول لك تضحيات بوقتي ببيتي بولادي بس بالمقابل عندي هدف بدي اوصل له. اليوم على هاي الرحله اي طبعا رضيانه وكتير الحمد لله. خسرت مصاري كتير وكلياتنا خسرنا بالازمه بس بالنتيجه رجعت وقف على رجلي ورجعت اقدر اقدم لنفسي ورجعت اشتغل عادي ابدا الحمد لله. نحن بنتمنى لك بدورنا كل التوفيق ونشوف اسمك بمعارض على المستوى الدولي مو بس على المستوى المحلي ونشوفك هيك مثل ما بيقولوا باجمل حالاتك. يومك حلو. اهلا وسهلا فيكم أكيد. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا بالخطاب السيده ميساء دهمان. اهلا وسهلا فيكي نورتينا وان شاء الله كل التوفيق بمشروعك. اهلا وسهلا شكرا لكم. هلا فيكي. اما نحن هلا هيدي مكملين بباقي فقراتنا الصباحيه وكالعاده واليوم ضروري جدا نروح لعند الاستاذ حسان الجردي كرمال نعرف كيف حيكون طقسنا. هل المنخفض انحصر لليوم او نحن مستمرين ضمن الايام القادمه؟ يسعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير يسعد صباحك. هلا صباح الخير. صباح الخيرات يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخيرات يسعد صباحك. هلا يسعد صباحك استاذ حسان. بعدنا نحن تحت تاثير هذا المنخفض الجوي فيا ريت هيك نعرف تفاصيل اكثر كيف حيكون طقسنا ضمن الايام القادمه. شكرا معينك. هلا بالنسبه للحاله الجويه السائده والمتوقعه خلال 24 ساعه القادمه واخبار المنخفض الجوي والاجواء الكانونيه الماطره والبارده اللي عم نعيشها من يومين، الاجواء مستمره معنا لليوم. ذروه هذا المنخفض اللي اجى بالمرحله الثانيه اللي له مستمره هي لليوم، هي الذروه الحاليه اللي له كانت امبارح بالليل الذروه ومستمره لليوم خلال ساعات مساء اليوم والليل. الهطولات كانت متميزه باغلب المناطق عامه وشامله. اكبر كميه هطول كانت بمحافظه طرطوس بمشط الحلو 75 ملم، بطرطوس كان 25 ملي، بصافيتها 62 ملي، ببانياس 20 ملي. بمحافظة اللاذقية كانت أكبر كمية هطول بالقتيلبية 40 ملي بكسر 42، قرداحة 25، مطار الشهيد باسل الأسد دولي 13، مركز المحافظة بطرطوس تقريبا 3 ملي، بالقريترة 25.5 ملي، بسرغاية 30 ملي، بحلب المطار 25 ملي، بمركز جامعة حلب بالمدينة تقريبا 32.5 ملي، بالرقة 5، بجرابلس 6، الأبيض 6.5، دير الزور 3، القامشلي 7، البوكمال 1 تقريبا. احنا عم نعطي بعض المحطات على سبيل المثال. الأمطار كانت عامة وشاملة بأغلب المناطق والهطولات كانت متميزة وغزيرة بالساحل السوري وبالشمال الغربي. هلا اليوم بيستمر معنا تأثير المنخفض الجوي الممتد بكافة طبقات الجو والمرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة منشأها عم يكون قطبي. بيستمر لليوم وذروة هيدا المنخفض مستمرة معنا كمان لليوم خلال ساعات الليل. الأجواء بشكل عام عم تكون أجواء غائمة ماطرة على فترات، الهطولات عم تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد خاصة بالمناطق الساحلية والشمالية الغربية. هطل عم يكون ممزوج بالثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، درجات الحرارة عم تميل للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مثل هذه الفترة من السنة. خلال ساعات الليل بشكل عام عم تكون الأجواء باردة ولكن شديدة البرودة عم تكون بالمرتفعات الجبلية، يحذر من تشكل الضباب في القلمون وأجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر. والرياح عم تكون جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات لبعض الأحيان 60 كيلومتر بالساعة تحديدا
بالمناطق الجنوبية والغربية والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج خلال ساعات المساء والليل. هلأ بتستمر معنا هذه الأجواء، بكرة بتضعف الأجواء بشكل عام بأغلب المناطق والمدن وبتخف الفاعلية، وبيكون في عنا فترات الانقشاع أكثر من اليوم بكثير، والفاعلية بتكون محصورة بشكل عام بالمناطق الساحلية بالشمالية بمناطق متفرقة إلى جزء من الوسطى والجنوبية والجنوبية الغربية، والأجواء الباردة بتضل هي سيدة الموقف خلال ساعات الليل، والشديدة البرودة بتكون هي موجودة بالمناطق الجبلية، واحتمال تشكل الضباب عم يكون بالقلمون وبعض المناطق الداخلية. الرياح الجنوبية الغربية بتضل مستمرة معنا، بتضل معنا هيدي الأجواء وفرصة الهطل المطري حتى يوم الأربعاء تقريبا، ببلش الجو يميل للاستقرار بشكل تدريجي وجزئي بدءا من الساحل السوري، وتمتد الأجواء المستقرة لحتى تكون معنا الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا يوم الخميس نهاية هذا الأسبوع، والحرارات بتميل للارتفاع مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر بالمرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية. بشكل عام الأجواء الغير المستقرة بتضل معنا تقريبا حتى منتصف هذا الأسبوع، بتبلش الأجواء تستقر ولكن الاستقرار ما بنلاحظه بشكل فعلي حتى نهاية هذا الأسبوع تقريبا. الانقشاعات بتضل موجودة والحرارات تقريبا حول المعدل ما بين تغيرات طفيفة أعلى أو أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ولكن بنلاحظ الارتفاع بدرجات الحرارة بيكون من نهاية الأسبوع بشكل طفيف أيضا. خلال ساعات الليل الأجواء الباردة والضباب هو عم يكون سيد الموقف ببعض المناطق الداخلية والقلمون، أما درجات الحرارة المتوقعة بتأمنها العاصمة دمشق لليوم 11-6، القنيطرة 10-6، القلمون المرتفعات الجبلية 6-5، درعا 11-6، سويدا 10-5، المنطقة الوسطى 5 وحماة 12-7، الحسكة منطقة الجزيرة 11-4، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 18-11، بالشمال حلب وإدلب 10-4، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 14-5، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 12-6. بس نحن بنحذر دائما من حدوث السيول بالأماكن المنخفضة بالوديان بالمنحدرات خاصة بالمناطق الساحلية والشمالية الغربية، إضافة من ارتفاع الموج لليوم فقط. هلا بكرة بتكون الأمواج متوسطة إلى خفيفة لأنه الموج ممكن يتجاوز اليوم تقريبا 2 متر، وبالإضافة إلى الضباب اللي بده يتشكل خلال الأيام القادمة بالقلمون وببعض المناطق الداخلية. شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها حضرتك، وإن شاء الله هيك الله يبعث الخير دائما وبردا وسلاما على سوريا الحبيبة. وأكيد نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية هذه، وحنروح لنحكي اليوم عن معرض مجموعة فنانات أوغاريت اللي أقيم الأسبوع الماضي بمشاركة 6 فنانات تشكيليات سوريات متميزات، ودائما البصمة السورية وقت بتكون بأي معرض أكيد بيكون إلى أثر جدا حلو، أكيد في صعوبات وفي بدايات حلوة وفي أثر جدا جميل لهي المعارض، أكيد رح نستعرض ضمن فقرتنا هيدي. أكيد، وهذا المعرض بيعكس إبداع المرأة السورية. لنتعرف أكثر مشاهدينا على مجموعة فنانات أوغاريت، هدول الفنانات يلي اجتمعوا من مختلف المحافظات بأسلوبهم ببصمتهم بتجربتهم المميزة. رح نحكي عن المعارض يلي قاموا فيها وصولا لمعرضهم الأخير، تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الفنانة التشكيلية لينا ديب، نائب رئيس اتحاد الفنانين. سعد صباح اهلا وسهلا، صباح الخير. يا اهلا وسهلا، صباح الخير ست لينا، واهلا وسهلا بحضرتك، يعطيكم الف عافيه لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها. بدايه وقت بنقول فنانات أوغاريت اكيد اليوم هي الصفه بتحمل معنى ادبي ثقافي فني جدا مهم. نعم. خلينا نعرف المشاهدين على حضرتكم. اذا راجعنا تاريخ التشكيل السوري بنلاحظ انه في وجود واضح للمراه السوريه التشكيلية منذ بدايات الفن التشكيلي أو حضور المشهد التشكيلي السوري. ففي المعرض السنوي اللي صار الأول اللي صار عام 1950 كان في حضور لثلاث فنانات من عام 1950 شاركوا، مسرة الإدلبي، نوار مورلي، دلال حديدي، في مجموعة. واستمرارنا هو استمرار للفنانات التشكيليات، مو يعني ذلك انه حضور انثوي، انما هو حضور تشكيلي. كان هذا الهدف بهدف ابراز دور المرأة واهميتها ومكانتها في المجتمع،
وإبراز دور المرأة كفنانة في المشهد التشكيلي السوري. لا يعني ذلك فقط حضور أنثوي. طبعا عطيناها صفة أو اسم أوغاريت تيمنا بالحضارة الأوغاريتية، لأنه كان للمرأة الأوغاريتية حضور هام على المستوى الاجتماعي والثقافي في الحضارة الأوغاريتية. تمام، خلينا نتعرف أكثر. المعرض اليوم قديش استمر ووين كان؟ شو اللي بيميز هذا المعرض عن غيره وعن السنوات السابقة؟ خلينا بأجواء المعرض أكثر. نحن لنا مجموعة نشاطات سنوياً بين معرض وملتقى. فسنوياً في حضور لملتقى وحضور لمعرض لنا بين سنة ونص. تأسسنا نحن عام 2018 وما زلنا متابعين مسيرتنا، إضافة إلى أنه كل فنانة تشكيلية إلى بصمة في مجالها التشكيلي، وعند أعمال كل عندهم إما معاهد إما مدرسين في الجامعات إما عندهم مراسم خاصة بدرس الرسم وتكنيك الفن. وكل واحدة إلى معارض ومشاركات أخرى مع ملتقيات أخرى، إنما دائما عندنا هالنشاط ضمن مؤطر ضمن مجموعة فنانات أوغاريت. وهذا العمل أكيد بيميزه شيء، بيكون خلينا نقول جوهر بيناتكم ثابت، يعني بتكونوا قلب واحد بهذا العمل. اليوم شو هي البصمة اللي بتميزكم؟ أكثر شيء بتحسي أنه أنتوا اليوم متفقين على هاي الناحية أو أبدعتوا بهذا الاتجاه؟ هو الوحدة والتنوع. حلو. يعني لما تفوتي المعرض شوفي انه في وحده تجمعنا، انما في تنوع بالمدارس الفنيه، شوفي كل فنانه لها بصمتها، لها اسلوبها، من المباشر من التعبيري للتجريدي للطرح المختلف، فكل وحده لها بصمتها. هل تنوع بتخلي الزائر يستمتع؟ يعني في نقلي، ما في رتابي بين العمل النحتي وبين عمل تصويري، بين المدرسة الانطباعية لنفرض والمدرسة التعبيرية أو المدرسة التجريدية إلى آخره. فهذا بيشد الجمهور والمتلقي وبيصير في نوع من الإيقاع المختلف، يعني ما بيشعر الزائر بالملل بحضور المعرض. دائما الروتين بيقتل الابداع والفن، يعني نعم. هي النقطه. نعم. كل حدا عنده اتجاه ميول خلينا نقول فني بيقول انه انا روتيني بيقتل هذا الشغف اللي عندي. فاليوم كثير منيح انكم او حلو انكم عم تحاولوا انكم تشيلوا هذا الروتين من خلال عملكم. اكيد، يعني بالتاكيد هي محاولة، إنما بالآخر لا يصح إلا الصحيح. يعني الفنان هو بيمشي ضمن نهج في من البحث والتجريب والثقافة المكتنزة بداخله، فهي اللي بتخلي يقدم إبداعاته المكنوزة بداخله لحتى يقدم شيء جديد دائما وشيء متطور يؤازر الحركة التشكيلية المعاصرة. تمام، خلينا نحكي عن بحثك الفني وتجربتك مع رموز السورية القديمة، لوين وصلوا اليوم من ناحية الأفكار والأسلوب والتقنية كمان؟ نعم، بالنسبة للرموز السورية مثل ما بتعرفي أنا بدأت بالرموز اللي العلاقة بالحضارة الأوغاريتية بالتراثية، بعدين استفدت منها، عملت نوع من التلاقي بين الرموز الأوغاريتية وبين الزخارف الشرقية وبين الأبلق اللي هو نحن منتميز كحضارة إسلامية عربية قديمة منتميز فيها، فعملت مثل مزيج بيناتهم. يعني دخلت مفرداتي إلى الأوغاريتية إلى جانب المفردات التراثية وصغطة بقالب فني تشكيلي جديد معاصر. إنما في الوقت الحالي يعني بدأ الفنان ما بصير يكون فنان منعزل عن الواقع، لأنه نحن عم نعيش بواقع في أزمة، صار الزلزال، صارت هلأ أحداث غزة، فكل هالرموز هاي إضافة للحدث يلي عم بيصير، الحدث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يلي عم بيحيط بالفنان، كان لابد على أني كرس هالرموز ويصير فيه تعبير بأسلوب جديد، تعبير بين الأسلوب القديم وبين الأسلوب المعاصر والتعبيري.
وقت نقول اسلوب معاصر واسلوب خلينا نقول مو حديث او قديم، اليوم كيف انتم كفنانات بتحاولوا انتم تحافظوا على البصمه لكل عمل ابداعي قديم؟ يعني حبيتوا اليوم تعاصروا، حبيتوا تعملوا حداثه بهذا العمل الفني، شو اهم اساس انه انتم لازم يكون ثابت بالعمل كرمال ما يتغير؟ نعم، يعني هو العمل الفني متسلسل وهو تطور مستمر، ما بيكفي يقول انا بدي اعمل معاصر فورا اقلب من الواقعي لفن معاصر، لا، العمل في تسلسل، في تسلسل في التطور وفي التجربة، فإذا باستمرار في عندي عمل هو فيه بحث وتجريب للوصول إلى الفكرة، الفكرة اللي تعبر عن الموضوع. طيب خلينا نوضح أكثر للمشاهدين، إحنا اليوم كم فنانة كانت مشاركة وشو هي اللوحات يلي كانت موجودة؟ يمكن خلال السوشيال ميديا شفنا أنه اللوحات كانت أكثر عن القضية الفلسطينية وفي تواجد كبير كمان للمرأة، خلينا نوضح أكثر. نعم، نحن ست فنانات رسامات ونحاتات من عدة محافظات سورية، بدأنا مشروعنا كل واحدة بتعبر بطريقتها وبتفكيرها وبأسلوبها مثل ما حكينا. تمام. إنما مثل ما قلنا هلأ لما بدأت أحداث غزة لابد للفنان على أنه ينسجم مع يعني ينسجم في الحالة في الواقع اللي هو فيه ويكون هو يعبر عن الواقع بأسلوبه. فوجود غزة يعني بحكم غزة الأحداث اللي صارت، الناس المشردين، المدينة اللي عم تتهدم، القصف المستمر، الشهداء، كان لابد أنه نعبر عن هالموضوع بأعمالنا الفنية. لأنه للفن هدفين، إعلامي وهدف تحفيزي. إعلامي لحتى ننشر معاناة الشعب الفلسطيني، معاناة أهلنا في غزة، شو عم يصير فيهم، نبرز للعالم، لأنه اللوحة لما عم تعرضي اللوحة عم تفرجي الناس أنه هاي غزة شو عم يصير بغزة. صحيح. إضافي تحفيزي لحتى نحفز كل البلاد العربية، كل الجهود، لأنه تتضافر مع بعضها، يآزروا الشعب الفلسطيني، يآزروا أهلنا في غزة لحتى يقدموا المساعدة والعون لحتى يقدروا يوقفوا على ويرجعوا أرضهم. تمام، خبرينا أكثر عن مشاريعكم المستقبلية، شو عم تحضروا؟ نحن باستمرار بنشتغل، يعني نحن باستمرار بنعطي شيء جديد، يعني ما في هو أفق غير أنه نحن نستمر، يعني النجاح بالدرجة الأولى هو الاستمرار بالدرجة الأولى، لأنه في كثير من الأعمال أو من التجمعات الفنية، يعني في سوريا صار في عدة تجمعات فنية قبل ذلك، مو شرط فنانات، يعني صار 6+1 أو 5+1 كان في هيك مجموعة استمروا 4-5 سنين. إنما أول مرحلة للنجاح هو الاستمرار. ليش؟ الاستمرار كل خطوة كل مرحلة بتشوفي إنه انفتح أمامك أفاق جديدة، قد تكون مجالات أخرى وقد تكون عالمية ودولية، وهذا الشيء اللي نحن بنطمح له. أهم شيء إنه نحقق ما نصب إليه في كل مرحلة. نحن أكيد اليوم واثقين بهذا المجهود الحلو والنظرة الفنية الجميلة، ونتمنى هيك اليوم لكم النجاح، ونشوفكم معارض جدا مهمة عم توصلوا رسالتكم الإنسانية الثقافية والأدبية. بدنا نشكرك ست لينا لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، وأكيد تحية من خلالك لكل فريق العمل. أكيد. شكرا لحضرتك وصباح الخير عن جديد. صباح النور. شكرا لك، نورتينا. وصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي، ورح نحكي عن موضوع تربوي جدا مهم. كلنا بنعرف إنه الأطفال عم بيكونوا صورة عن أهاليهم. اليوم عم نحكي عن موضوع كيف نعلم أطفالنا إدارة مصروفهم، إدارة المال. اليوم إذا كانوا الأهالي مسرفين ممكن يطلعوا الأطفال مثلهم، إذا كانوا إداريين رح يطلعوا مثلهم. ولكن خلونا ما نعمم، أكيد اليوم في فروقات بين الأخوة، رشا يمكن اليوم الكبار ما عم يعرفوا يتحكموا بإدارة، فما بالك الصغار؟ والله بهذا الوقت يعني هي القصة صعبة شوي، يعني اليوم زمان كنا نسمع أنه كانت الناس تضب من مصروفها من راتبها جزء
ادخار فيما بعد، ولكن اليوم القصة صعبة، الظروف الاقتصادية جدا صعبة صارت يعني، فصار الشخص يعدوب يعني عم يلحق يوم بيوم. كتير مهم اليوم نحن نعود الطفل على الادخار ولكن ليس على البخل. اليوم كتير مهم يعرف قيمة الليرة اللي اليوم عم تفوت على هذا البيت. صحيح. الأب والأم قد عم يتعبوا ليقدروا يأمنوا مصروفهم اليومي ومصروفهم الشهري، ولكن أيضا من دون ما نروح لموضوع الحرمان رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. وضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية عائشة إدلبي قشاش. يسعد صباحك ست عائشة وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين من أي عمر نحن منعلم أطفالنا كيف يكونوا إداريين اليوم بمصروفهم؟ تعليم الولد على المال وقيمة المال ببلش خلينا نقول بعمر الأربع سنوات، بين الأربع سنوات والخمس سنوات. هون نحن فينا نحن نبلش نعطي شو معنى المال، نروح يروح ياخذ مصروف صغير، يروح يشتري شيء يتبادل المال مع حاجة ما. فهون منبلش خطوة خطوة لحتى نبلش يتعلم لمراحل تانية كمفهوم المال. كتير هذا بيساعده، بيعطيه قدرة على تحمل المسؤولية، بيعطيه قدرة على التخطيط، على تحقيق الأهداف، على الإدارة المالية. وهو إذا نجح بالإدارة المالية فراح يطلع ناجح بحياته أكيد. أكيد يعني هذا ست عائشة بيخلينا نعرف أنه من كلمتك أنه اليوم التأسيس هو الأساس الصح بحياة أي طفل، وهو اللي عم يرسم للمستقبل الأخير. اليوم كيف نحن نفرق بين الطفل أنه ما نحرمه ونعلمه يدخر وما يروح لموضوع البخل؟ تمام. نحن بدنا نتفق معه أول شيء عن نفهمه شو يعني مال. يعني نحن بتختلف الوسائل كثير كيف نفهمه المال، سواء قصص ألعاب تجارة نقعد نعلمه أنه شو المال وهي القصص، بس يتعرف شو يعني مفهوم المال مو كمعدن وعملة ورقية. اللباس هو مال، العصير اللي عم اشربه هو مال، الألم اللي بإيدي هو مال. فهو لحتى بس يحترمه ويعرف انه هذا عم ينشرب بالمال. فهون بعدين بعلمه يحترم هذا الشيء. يعني انا مو لانه شفت ألم احمر وعندي ألم أحمر بس غير موديل أنا لازم أجيب، فهون بس غير طبي تماما. تماماً. هون أنا لازم بقى أعلمه منين بيجي المال. في طرف صغيرة هيك يعني أنه في شخص بياخد المال المصاري من البنك، فأنه تعا بابا نروح على هذا الآلة اللي بتعطينا مصاري. فهو ما عرفان الطريقة اللي عم يكسب فيها البابا هي المال. فهون كمان لازم نحن نفهمه قبل ما نبلش نعطيه هذا المصروف وما نحرمه، بس نفهمه انه نحن بيجي المال نتيجة جهد، ما بيجي هيك. لازم يكون في جهد مبذول، بابا عم يشتغل حتى عم يطلع مصاري. ولهذا الشيء يمكن بتلاقي اليوم في فئة من الأطفال بيكونوا بالمدرسة أو بأيام العطل الصيفي بتلاقيهم بيلجأوا للشغل، بيلجأوا لأي مهنة. اليوم ممكن بتحسيهم أنه هنون قادرين يعرفوا قيمة المصاري أو قيمة هي الموضوع، قديش هذا الموضوع كتير مهم. هلأ هو حلو كتير أنه يكون في جهد مرتبط لحتى أخذوا المال، بس ننتبه لهذا العمر أنه إذا قادر هو يشتغل. صحيح. بأعمال بسيطة مثلاً بأوقات ما تأثر على دراسته على نموه بأنه هو لحتى يطلع مال، ومن بهذا العمر ممكن يشوف أنه هو عم يقدر يطلع مصاري فبطل أصلاً يروح على المدرسة. صير عنده مسؤولية كمان. كمان ننتبه هون في كتير شعرة فاصلة بهذا. صحيح. الموضوع. فهون نحن مجرد عم نعلمه مفهوم المال، عم نعلمه قيمة احترام قيمة المال، كيف بيجي المال. فهون عم ياخذ مصروف صغير ببلش خلينا نقول من أربع سنوات برياض الأطفال. نحن مهون عم نعلمه أصلاً هو قادر يكون يعرف المال، صار بيعرف الزرقة والخضرة. فهون عم ياخذ مصروف يومي لأنه هو يعني أسبوعي ممكن يشتري شغلة كبيرة فما يعرف أنه يدخر لبعدين. في محاولة وفي خطأ لسه بده يوقع كتير، فأنا نترك له هاي الفرصة ونحن رح نتابعه بهي. بس كمان اليوم الظروف ما نعم بتساعد يعني هذا الطفل اليوم، يعني خلينا نحكون هيك واقعين اليوم يعني. صحيح. أي أطعم اللي ذكرتيهم يعني إذا نزل الطفل فيها على السوبر ماركت شو حتجيب له يعني. صحيح. فكمان اليوم مشكلة بالنسبة للأهل ولا الطفل. اليوم كتير من الأهالي وما في حدا اليوم مستثنى من هاي القصة أنه بصير عنده مشكلة مالية، ضائقة مالية. هل اليوم صحيحا أنه نحن نحط الطفل بصورة الوضع العام، خبره أنه نحن اليوم يعني مفروض أنه نعمل شوية ادخار، ممكن نحن نقصر بناحية ما لأنه نحن عم نمرق بوضع ما ولكن فيما بعد رح نعود، أو لا مفروض الطفل دائما يكون بعيد عن المشاكل المالية؟
بيميلوا أغلب أو بعض من العائلات أنه ما يحكوا الدائقة المادية قدام أولادهم، وبالأخص دون العشر سنوات، أنه باعتبار أنه ممكن هذا يخليهم يحسوا بعدم الأمان، أو أنه هن عم يتطلبوا كتير، أو يحسوا في مخاوف ممكن تتولد، فهيك بيميلوا. لكن كتير أكدت دراسات نفسية وأجريت بشيكاغو أنه ضرورة الأهل أنه يحكوا هاي الدائقة المادية اللي عم يمرقوا فيها قدام أولادهم، وإشراكهم بالقرارات المالية، لحتى يكون أول شيء هو يعرف أنه وين عم بيروح، في مطبات ممكن نوقع فيها، فهذا عم لمراحل بعدين عم مثل التثقيف. لازم يكون في عمر صح؟ تماماً. أكيد في يعني بس يقدر يفهم فوق 10 سنوات فما فوق، فعم يقدر يحس أنه بابا أصلاً هو رح يبين في تقشف، ممكن يكون في تقشف بالبيت، في ادخار، في مصروف عم بيقل عليه، فهو لازم يعرف أنه أنا أهلي هيك عم بيمروا بهاي الدائقة المادية، لهيك عم بيأثروا معي، مو لأنه ما بيحبوني مثلاً أو في شيء. اليوم يمكن في كثير من الأهالي بتتبع أسلوب مثلا إذا كان طفلهم ناجح بدراسته أو سوى وظائفه أو ممكن ساعد أهله بأي مهمة بالبيت بتلاقيهم بيلجأوا للمكافأة المالية، هل هذا الشيء اليوم برأيك صحيح أم لا؟ أنا هذا الأسلوب يمكن خطأ، أنا عم عود أولادي على شيء ممكن لبعدين يتمرد ويصير يطلبوا على طول. هذا يعني بصراحة أنه الإفراط بأنه يعطوا تعزيز مادي، هذا يعني أكدته كتير دراسات بأنه رح يعمل يعطي نتائج عكسية، وممكن يأثر على نمو الطفل، نمو الطفل النفسي حتى لمرحلة البلوغ، فيعلمه أنه هو يكون إنسان متطلب دائما، إنسان استغلالي. فأنا ممكن هون ألجأ للمقايضة مقابل تحقيق الرغبات. ليش؟ لأنه أنا دائماً عم أخذ هذا المكافأة المادية، فتعطي كتير نتائج عكسية وما رح تخدم هذا. ممكن ننوع يعني من حين لآخر، تخدم بوقتها بس مستقبلاً أكيد تماماً لا. تماماً أي، وحتى بدنا ننتبه لشغلة ونتفق عليها أنه في قصص وفي أمور أنت بتقوم فيها هي ما بلدها مكافآت، مثل الصلاة، مثل الذهاب للمدرسة، مثل تقوم بواجباتك، ترتب تختك، في أمور تعملها هي دون مكافأة أصلاً، بس من الحين للآخر جبت لك دراجة على نجاحك، أمور مادية لا بأس بها، بس ما تكون مبالغة، لا ما تكون تعلموا قصص تانية نحن بغنى عنا يعني. يعني بدك تقنعني ما كنت تحبي هالقصص؟ أكيد أكيد، لكن الإفراط فيها هو دائما الإفراط هو اللي بيوقعنا بمشاكل، بصير عن جد هي بتعطي، لأنه هو بيقدر يشتري اللي بده إياه، فأعطيني المصاري وأنا بشتري اللي بدي إياه. تخيلي هذا الشرط يصير يعني. أي طلب يعني، بس كنا قديش كنا نحب هاي القصة يعني. أي لهيك بالعيديات وهي القصص قد إيه حلوة. أي مزبوط، لهيك نحن هلا هون ندخل بحديث ثاني إنه هون بقى أنا أخذت مبلغ مادي من أحد ما أو من بابا في مصروف، كيفنا يعني اليوم ندخر أو كيفنا نعلمه على الادخار؟ هذا المبلغ منبلش فيه من الصغر نحن، أنه في عندي قسم بيكون بستهلك فيه الأشياء لازمتني، الحوائج، ومن هون أنه ندخل بالتمييز بين الحوائج والرغبات، يعني أنا في أمور أساسية عندي إياها، مأكل، ملبس، مسكن، هدول الشغلات هدول عندي إياها لازم تكون أساسية، بينما الرغبات شيء فائض مثل حلوى، مثل كرت دخول لحضور فيلم للسينما، هيك عرفتوا كيف، في بتكون ممكن رغبات. هون أنا أخذت قسم استهلكت فيه، قسم ادخرت فيه، وقسم ساعدت فيه أحد ما. ممكن ما تكون مال، ممكن يكون مساعدة، عطاء، المهم نعلمه في عطاء، سواء ماديا أو أشياء من عندك تعطيها أو مبلغ مال. تمام، بما أننا نحكي عن طرق الإدخار، يمكن قديش رشا في الأطفال كتير بيحبوا قصة المطمورة ويجمعوا المصاري، قد عم تكون هي موجودة اليوم؟ هل فعلا هي عم حلوة تكون منيحة؟ هلا كأنها وسيله حلوه يعني، انا بنعرف من حالنا، بنعرف من الواقع يعني، بتحفزي اكثر يعني انه بس ما حدا يفتحها من تحت. اي اكيد هي احد طرق الادخار، حدا بيلجا لصندوق معين يعني، طريقه مضمونه عن جد ولا كيف؟ اجي حصاله، هو يزينها، هو يرتبها، يعرف انه هي بيخبي فيها او عند الماما، هي طرق ادخار. بس مو كم يوم يفتحها يعني، خلوه يعدوا قد ايه صار. اي تمام، ممكن نحط هدف لهذا الادخار. هلا الاولاد ما بيعرفوا انه الادخار لازم يكون لوقت بعيد، لا سمح الله ممكن نوقع بشي ظرف. هلا هون اكيد نحن بالتثقيف عن قيمه المال وما الى ذلك بدنا نحكيهم بهي الام انه المال هو وسيله وليس غايه. صحيح. المال هو ممكن يروح ويجي، ممكن انا اليوم فجاه اصرفه على امر طارئ. اي فهون انا عم ادخر لامر ما، او ممكن احط هدف للادخار،
هدف قريب، يعني أنا بدي جمع فلان مبلغ لحتى أجيب فلان شنطة فلان شغلة، فهون بيكون الادخار مضمون. أهداف قريبة يفتحوك اليوم الثاني. تمام. ليكي عائشة، اليوم يمكن في كثير من الأشخاص أو كثير من الأهالي ما بينتبهوا لأطفالهم كيف عم يصرفوا مصرياتهم، ما بيكون في رقابة، فبهذا الوقت منشوف أنه نسبة من الأطفال عم تلجأ لصرف هي المصاري بطريقة خاطئة، بتلاقيهم عم يشتروا دخان، بتلاقيهم بالكافيهات على أراجيل، على أمور كثير خاطئة. قدي نحن مهم اليوم نتدخل بهذا الموضوع، معلش نحن نسأل الطفل أنت وين صرفت، شو عملت، شو اشتريت، أحسن ما نحن نهمل الطفل ويلجأ لسلوكيات كثير خاطئة. صحيح، وبالأخص بمرحلة البلوغ مراهقة، ومرحلة بقى هون الإعدادي. هلأ هون ممكن بقى يصير مصروفنا من أهلنا بيكون بقى أسبوعي، يعني لأعرف أقدر هاي الحاجة. أنا هون رح أتفق مع ابني أنه أنا عندك هاي المبلغ المالي رح تاخده أسبوعيا، مو من حقه كمان هو رعاية أسرية، يعني هاي دون حصول على أنه بدون ما يقدم جهد بهذا العمر هو عم يحصل على هذا المصروف، صح؟ بس صرفه بيكون برقابة معينة. أنا ما عم بلش بكل مرحلة بكل عمر عم بلش معلومة معلومة عن المال، فلوصل يوصل لهي المرحلة بيكون خطوة ورا خطوة هو كون كيف بيصرف المال. تخيلي هو كان بالابتدائي عم يدخر وعم يقيم وعم يعرف هاي رغبات وهي حاجات، فرح يوصل للبلوغ هو متثقف فكريا وسلوكيا على هذا الأمر. فهو نحن لا ضير انه نحن نضل عم نتابع ونراقب انه شو اشتريت، شو الشيء اللي ساعدك اليوم، شو يعني عملت بهذا المبلغ، برافو انك هيك تصرفت. لو انك هاي الجوده بتختلف عن هاي الجوده، ناقشه بهي انه طلعت دعايتها عجبتك لانه طلعت دعايتها. ممكن انا هون مرق له معلومه انه في شركات بتعمل تسويق بتعمل اعلانات فبترتفع سعر هي، فممكن تاخذ شيء بديل بارخص مع المراقبة إنه هي صحي وهذا مو صحي. طيب، ولكن إحنا دائما في الأهالي بيوقعوا بمشكلة، واليوم عم نحكي مشكلة واقع، هو خلينا نقول فرق المستوى بين العائلات، يعني الاقتصادي والمادي. خلينا نقول يعني في طفل اليوم عايش مرتاح، طلباته مجابة، مشترياته مجابة، وفي طفل يعني خلينا نقول دخل محدود، يعني بقدر ما عم يدخل الأب على البيت عم يقدر يقدم له حسب الاستطاعة. ولكن هذا الطفل اليوم بغار من قرينه، بغار من لبسه، بغار من ثيابه، من ديكوره، من أكلاته، من يعني أي شيء ممكن يلفته. الطفل يعني بفطرته بينتبه لهي القصة وبغار منها. يعني اليوم الأهالي كيف ممكن يتعاملوا مع هاي القصة؟ كيف قادرين اليوم أنهم يعني يهدوا هذا الطفل أنه لا، نحن ماما عم نحاول نقدم لك بكل شيء قادرين عليه، ما نطلع لي الفروقات الأخرى. صحيح. هلا انه نعطي ابننا، في اهالي بيقولوا انه انا كل شيء الله مقدرني، انا ما بدي احرمه شيء، طلباته مجابه. طبعا هذا هون نحن عم ناذي ابننا اكثر ما عم نساعده، فاكيد هذا الشيء انه ما لازم نحط له ضوابط. نعم. هلا بنشوف العائلات الثانيه مثل ما ذكرتي حضرتك انه ما قدرتهم يعطوا هذا المصروف اليومي او هذا المبالغ اللي قريبه لهذول الاشخاص اللي عم يشوفوا ابنهم. هون نحن بدنا نوعي ابننا بهذا وضعنا، هذا اللي بنقدر عليه، هي يعني في قناعه، ونعلمه القناعه والرضا. بس نحكي عن القناعه لازم نمارس الامتنان، يعني الحمد لله عنا هيك، مبسوطين انه عنا هيك، في شيء اسعدنا اليوم ما بده امال ومصاري مثل البقيه، فهم نلجا اكثر لحتى نشاركه اللي عم بيصير. بقولنا في دائقه ماديه ممكن نحكي له اياها، فهون هو عم بيكون انه انا اسرتي شو وضعها وشو انا ممكن اقتنع وشو ممكن اقدر اعمل لحتى احسن من ظروفي فيما بعد. انا تمام. وحكينا يعني عن طرق الادخار الصحيحه اللي لازم يتبعها اليوم الطفل، كمان قد ايه مهم نعلم الطفل العطاء. يعني مثلا كان بمدرسته اي مشاركه لجمعيه خيريه، اي انشطه، هو يشارك يبادر بهذا الموضوع، قد ايه مهم؟ كثير مهم العطاء، هو جزء من مصروفه، لازم يكون لو مبلغ بسيط او اذا ما كان مبلغ لنا اي حاجه ثانيه لحتى نشاركها مع الاخر او فقير او حدا من قرايبينه، يعني اي صحيح لحتى يعرف انه ما كل شيء هو بده ياخذ. هي القصه، هي قيمه المال هي اخذ وعطاء، وما لنا وسيله، فما انا ما انا اكيد يعني رح تكون. طيب اليوم شو اهم الاخطاء اللي بيقعوا فيهم الاب والام يعني خلال التعامل المادي مع الاطفال، ان كان الوضع الاقتصادي جيد او غير جيد؟ اليوم الاخطاء عم نحكي عن خطا ثابت نحن.
الإسراف بأنه نعطي طلبات مجابة، هون أكيد في تدليل زائد حتى عم ياخد اللي بده إياه بالوقت اللي بده إياه، انه لازم في مصروف يومي، حتى في اخطاء بيوقعوا فيها الاهل وبعدين ما بقى بيقدروا يحلوا، انه بطل ياخذ سندويشته، بطل ياخذ الاكلات الصحيه. وبنفس الوقت في اهالي ثانيين انه بيقولوا انه لا ما في داعي اعطيه مصروف لانه انا عم اعطيه اكلات صحيه. يمكن خلال حديثك ونصائحك كنتي عم تحكي عن موضوع الدعايه اليوم قد ايه بتاثر على الطفل، ممكن تعرض كثير منتجات والطفل يصير يحب يشتري مثلها، وخصوصا يمكن الاطفال عم بيكونوا ساعات طويلة على السوشيال ميديا، بتلاقيهم عم يشوفوا كتير أمور ويصيروا يستحلوا أنه يجيبوها. هذا الموضوع قدي عم بيأثر عليهم، كيف ممكن نتعامل مع الطفل بحيث نحن ما نحرمه ونوضح له أكثر عن الموضوع؟ تماما. هلا هون في وسائل التواصل في عرض حياه يعني او باساليب مغريه يعني تماما، فعن جد عم بتشد الكبار والصغار. فهو نحن مثل ما حكينا بما انه بنعرف وضع عائلتنا هي اولا، وثانيا نحن انا عم اخذ مصروف، هلا هذا المصروف اللي عم اخذه لا يوازي الطبقات العاليه، ما له قليل كثير لدرجه انه انا ما بقدر اشتري فيه بسكوته، وما له كثير يفيض عن حاجتي لدرجه انا اتخلى عن الاشياء الموجوده عندي، الاكلات الصحيه او الاشياء اللي فيني انا اتعامل فيها لحتى انا بصرفها هيك وهيك. فانا بس انتبه لانه عم ياخذ هو حقه لما يلجا لاساليب ثانيه، والبعض منهم بيلجاوا للسرقه لحتى بس نتيجه الحرمان، لانه هن ما عندهم شيء بدهم يكونوا مثل البقيه، وما حدا عم يثقفهم بهذا المجال. فانا عم وعي ابني، عم ثقفه بحالنا، وبنفس الوقت ما عم احرمه بتوازي، عم اعطيه بشكل مدروس اكثر. اليوم كونه ذكرتي حضرتك الحرمان، وشوف اهالي كثير بامنوا متطلبات الاولاد بالبيت، يعني ممكن انا اجيب علبه بسكوت كبيره مثلا خليها تكفي اسبوع، يعني انه هي عن اسبوع للمدرسه وكذا هيك، ولكن اليوم انا هون بكون حرمته من اني انا اعطيه مصاري بايده. هل اليوم هذا غلط او صح؟ هل اليوم لازم يتعود كيف يتعامل ماديا، كيف هو يقدر يتصرف لحاله، ينقي الشيء اللي بحبه لحاله؟ هلا هو كثير حلو انه نعطيه اتخاذ القرار له. يعني هو نحن ما عم نلعب نحن صغار ألعاب تجارة على إلنا حتى نعلمه قيمة المال، إنه أنت البياع أنا اللي عم أشتري وعطيته عملة نقدية، منه عم مرق له هدف أنا أعلمه قيمة المال، ومنه أنا عم علمه هو يشتري. فهون أكيد هو بده يجرب هاي الخبرة، إنه بده يعيشها. فأنا كتير حلو مني إنه أعطيه شيء هو يقدر يقرر وينقي، مع العلم إنه كمان إنه في عنا شيء بالبيت نحنا متفقين إنه هذا الأسبوع منخلص هذا البسكوت اللي عنا بالبيت وبعدين ممكن تأخذ، يعني في مفاوضة حتى أنا حقق أهدافي هو يحقق كمان رغباته، لما يكون في حدا مسيطر على الآخر. تمام. ويمكن في كتير من الأشخاص اليوم أوضاعهم المادية عم تكون منيحة، فعم يلجأوا مثلا لحتى يعطوا الطفل مصروفهم اليومي عم بيكون كتير كبير أكبر من عمرهم، هل هذا الشيء صحيح أم لا؟ أنا لازم أعرف حسب عمر طفلي، حسب أي شيء اللي إحنا لازم ننتبه له؟ طبعا بدنا ننتبه للعملة اللي نحن عم تعمل فيها. 500 مقبول بهذا الوضع بشكل وسطي. هل صارت الألف مقبولة؟ هاي حسب الأيام اللي عم تمشينا وحسب الظروف اللي عم نمرق فيها، وأكيد مرحلة عمره، يعني أكيد الصف السابع غير الصف الأول، فأنا بدي انتبه للقيمة المالية اللي أنا عم أعطيها. أكيد، وللفروق العمرية بين طفل ومعلتي بين مراهق. يعني بنتمنى لك كل التوفيق ويومك حلو، وشكرا لكل المعلومات يلي ذكرتيها. ودائما نحن بنقول مفروض الانتباه لهي الناحية، وخاصة عند المراهقين، يعني هنو بعمر جدا حساس بحاجة اليوم أنه يكون في رقابة، إن كان ماديا إن كان على جميع الأصعدة. شكرا لحضرتك وأهلا وسهلا فيك. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير الاختصاصية التربوية وماجستير حماية الأسرة عائشة ادلي بقشاش، نورتينا. شكرا لك، اهلا وسهلا، الف عافيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اما نحن هاي وصلنا لنهايه صباحنا لليوم، نتمنى لكم يوم حلو يحمل لكم كل الخير الصحه والسلامه وجبران الخاطر. لاقونا بكره بنفس الموعد بفقرات جديده وضيوف جداد، ومن هلا لوقتها كونوا بالف خير. باي باي، وكوني بخير يا رشا. ومثل ما بلشنا نحن مشوارنا الصباحي مشاهدينا وحكينا انه اليوم عم بتكون الاجواء كثير بارده، خلونا يمكن اليوم في كثير من العيال عم تكون محتاجه بهي الظروف الصعبه، محتاجه للدفى، اي بطانيات عنا حرامات جوكيت نعطيها للناس المحتاجة. كنا بالطرقات بسياراتنا شفنا أشخاص موجودين نطالعهم نوديهم على المكان يلي رايحين عليه، وأكيد كل هذا الشيء يمكن بيعطينا صفة العطاء، وأحلى شيء هو بالحياة العطاء. ضلوا بخير من هلأ لبكرة، وباي باي.